من الحوادث طبعا الشهيرة جدا حادثة أو قصة عائلة أبو عوف. لأن عائلة أبو عوف دي كانت عايشة في فيلا في الزمالك، دور أرضي، دور واحد أرضي كده قديمة جدا، وكانوا بيشوفوا دايما حد في البيت ده بيظهر لهم لابس نفس اللبس، هو شخص طويل وشعره أبيض ولابس حاجة برقبة وماسك مصباح، معرفش ايه المصباح ده، الموتيفة موجودة في أفلام الرعب كتير، وشكله ليه شكل مميز ما ينفعش يبقى متطور، كلوب كده، كلوب. وانه لما الاب الاستاذ احمد شفيق ابو عوف كان بيلحن يعني اغاني عظيمه يعني، وانه مره كان بيلحن نغمه ونسي يسجلها الريكوردر اللي كانوا يعملوا فيه ده، فنسي، فقام يعمل شاي ورجع مسك العود تاني او البيانو مش فاكره ايه هي الاله، وقعد يحاول يدندن يفتكرها. هو كان بيقول ايه ما لقاش، فراحت متصفراله ففكرته ده لحن شهير. وده لحن شهير يعني مساعدات. بعد كده والولاد بقى الاربعه بالبنات بالدكتور عزت ابو عوف ياما شافوا. المهم انه في الاوقات دي كانت الناس بتروح تشتري الكاستور بالبطاقه على التموين ولا مش عارف على ايه كده، وليه كل اسره ليها عشان بيجامات الاولاد مش عارف ايه كده. فراحت محل شيكورال وبتشتري ومش عارفه ايه ده، اتخانقت بتاع، فقالوا لها ايه، قالت لا عايزه اطلع للمدير. طلعت للمدير ومش دخلت الاوضه بتاعت شيكورال نفسه يعني، وبعدين بص بتبص لقت بقى صور العائله يعني، لقت صوره كده، هو اتخضت طبعا جدا، زوم ان على الصوره، ده الراجل اللي بيظهر لهم في البيت. فقالت لهم مين الراجل ده؟ فقالوا لها ده سيكوريل. ليه؟ قالت لهم الراجل ده عندنا في البيت، الراجل ده بيظهر لنا كتير، بيظهر للبنات والعزت ومش عارف ايه كتير كده. فقالوا لها ما هو مات مقتول في فيلا دي في نفس البيت يعني اللي هم دي قصه مثلا يعني ايه الصدفه فيها تحكم انه الام الله يرحمها لما تدخل تبص تتعرف على الصوره وتقول الراجل ده فيطلع ان الراجل ده اتقتل في البيت اللي هي ساكنه فيه، هنا العلاقات بتتشابك او بيبتدي يبان بقى مدلول لحاجات هي مش مدركينها يعني، بنشوفه شخص بس بالوقت اكتشفوا مين هو واصلا ايه علاقته بالمكان اللي هم عايشين فيه.